نشوف ايش الاشياء اللي لازم اخذها بعين الاعتبار لما بس بدي اعمل ال LCOE، يعني شو الفاكتورز او البارامترز taken into consideration. زي ايش؟ ايش لازم اخذ بعين الاعتبار؟ كابيتال كوست. كابيتال كوست ممتاز، اذا انا اول شيء راح اخذه بعين الاعتبار هو الكابيتال كوست. يعني المشروع هذا في البدايه مثلا لازم احط 50 مليون، 65 مليون مثلا في بدايه مش مثلا اكزامبل. بداية المشروع لازم أكون أنا عامل investment 65 مليون دولار حتى أركب مثلاً هذا السيستم. في كمان دكتور ممكن كمان إنه قديش تولد لك السيستم مثلاً تاخذ average خلال مثلاً السنة. ممتاز. مثلاً عندي هون شو ممكن تكون اليونت تبعتها؟ كيف ممكن أعبر عن هذا؟ ممكن إنه ميجا. تمام. ممكن أقول مثلاً example ممكن أقول ميجا وات اور ولا فير اور؟ اور. ما حد يقول ميجا وات فير اور، اوكي؟ ميجا وات اور. لانه الانرجي هي حاصل ضرب باور في زمن، فبنقول ميجا وات اور، بنقول كيلو وات اور، تمام؟ جيجا وات اور. ميجا وات اور مثلا بير انم. انا بالسنه بتوقع مثلا اني انتج فرضا مثلا 300 ميجا وات اور بير انم من هذا المشروع، اوكي؟ اون افريج. طبعا انا بعرف انه في اوقات معينه من النهار رح تكون مختلفه، اوقات معينه بالليل في الشتاء، لكن المجموع اون افريج بالسنه انا مثلا متوقع انه اولده. هذا طبعا بدها دراسه، يكون عامل لنا دراسه، بس خلينا نسمع منه لان كان رافعين. تفضل. ممكن ناخذ فاكتور في شيء بسموه بريك ايفن بوينت، تمام؟ اللي هو انا قديش حطيت كوست عليها، و يعني مش هي بترجع لي انرجي او بتعطيني، تمام؟ مثلا بقدر ابيع الانرجي، ايش قديش الفترة الزمنية راح تاخذني عشان تمام أرد. هاي مختلفة، تمام، جيد. هذه الاس بي تي اللي هي السمبل بايمنت تيرمز، كم سنة بدي حتى ارجع الباي باك كوست، مش هيك؟ مش راح نستعمله احنا هون، في طريقة ثانية بتستعمله. هون انا راح اطلع على عمر المشروع كله، قديش انا اليونت عمالها بتكلفني على اساس لما اجي ابيعها اتاكد اني ما ابيعها باقل من هذا السعر. ايش عوامل ثانية؟ الاوبريشن اند مينتنس 100% طبعا، اكيد. انا بحكي الكابيتال كوست، ممكن مشروع يكون الكابيتال كوست عادي تبعه بس يكون المينتنس كوست تبعه منخفض، فلازم هون اخذ بعين الاعتبار عندي الاوبريتنج كوست، وممكن نعتبرهم مع بعض او ممكن نفصلهم مع بعض عن بعض. المينتنس هذا السيستم حتى احافظ عليه، في مينتنس كوست بدي مثلا قطع غيار، بده يكون في عندي، بده يكون في عندي ناس في المشروع يشغلوا المشروع، في عندي مثلا مينتنس كوست بدي اعمل مينتنس سنويه، مثلا بحتاج انا مثلا 10,000 او 100,000 مثلا يورو في السنه لهذا السيستم حتى اعمل له مينتنس، وهذا قيمه سنويه بدي اضل ادفعها. والاوبريتنج كوست بدي حارس للمشروع، بدي موظفين مثلا يشغلوا هذا الشيء، هاي كلها كوست سنويه راح اضل ادفعها، هاي راح ادفعها في دي زيرو، هاي راح ادفعها في اول يوم اللي هو الكابيتال كوست، لكن هذا راح اضل ادفعه سنويا، هذا راح اضل ادفعه سنويا. يعني ايش كمان؟ نعم، ده قصدك انه الصيانه الدوريه، الصيانه الدوريه، نعم، انا لازم يكون في عندي صيانه سنويه، في قطع بتخرب، في قطع اشياء بده تنظيف، اذا كانه بي في بدي امسح هذا انظفه، اذا كانه تيرباين كل مده ومده لازم تتغير شو مكانها، تمام، في قطع معينه بدها تتغير، بطاريات بدي اغيرها كل فتره مثلا، اشياء اخرى، تمام؟ نعم، ايوه. الليبر كوست الليبر كوست تدخل تقريبا في هذول، يعني الاوبريتنج كوست، فما راح اسميها انا ليبر كوست، راح اشملها من هذول، يعني اذا زي ما حكيت لك اذا بدي حارس مثلا بدي، وفي فاريبل وفي فيكس. الاوبريتنج كوست فاريبل اند فيكس، هلا بنحكي شو يعني فاريبل اند فيكس. ليش حكيت انا هون فاريبل اند فيكس؟ لو انت فكرت في مصنع، المصنع فيه عندك تكلفه سنويه، في فاريبل وفي فيكس. فيكس زي ايش؟ أنا إذا عندي مثلا أجرة مصنع مثلا فيكست، مش هيك؟ الأرض هذه بغض النظر شو ولدت خلال السنة بس لازم أدفع أجرة الأرض، لكن في أشياء فيريبل، كل ما ولدت أكثر بيكون في عندي كوست مختلف. زي التاكس مثلا.
ممكن تكون اشياء مختلفه. هلا في شيء مهم جدا ما حكينا عنه لحد الان، ايش هو؟ وما راح ما دخله، ما راح ادخله في الاوبريتنج كوست اللي هو اهم شيء السنوي اللي بدفعه سنويا او حتى اشغل التاكس والهذا راح نعتبر راح ناخذ بعين الاعتبار. هلا لما الفيول، الفيول نفسه في حالات معينه فيش عندي فيول، يعني هو ما عندي فيول مزبوط، هو ما عندي فيول بس هون شيء رئيسي. الديزل شيء رئيسي فيهم هذا الفيول، الكول والديزل والغاز الناتشورال غاز، حتى النيوكليير لازم اشتري. فهون عندنا الفيول كوست راح احطه، راح احطه مختلف عن الاوبريتنج كوست، راح احط هون الفيول كوست وتوصيله اني اوصله المكان يكون جاهز، وطبعا في كواليتي كنترول بدي اتاكد انه مناسب. ايش كمان في اشياء لازم اخذها بعين الاعتبار؟ في ظل يمكن شغلتين مهمات، ممكن التايم لاين او عمر المشروع. تمام، عمر المشروع وقديش راح يعني خلينا نحطه هون. هي حكينا احنا بروديوس انرجي دوريشن مثلا لازم ناخذ مثلا بعين الاعتبار انه عندي 20 سنه. اخر شيء في شيء مهم لازم اعمله في نهايه المشروع، بس اخيرا يخلص المشروع نرجع نظبط الارض دي كوميشن، بدي اعمل دي كوميشن. يعني كان يطلب ينطلب مني ارجع المشروع اذا كان مثلا بي او تي مثلا بيلد اوبريت اند ترانسفير. في نهايه المشروع مثلا ممكن طلب مني ارجع الارض وارجع كل شيء زي ما كان الوضع الاصلي. والاصعب في الكوم في النيوكليير وقع الدكتور بيعملوا لها مدافن. نعم مدافن كبيره مثلا النيوكليير راح يكون في تكلفه كبيره جدا من تكلفه المشروع. ايش اعمل بالنيوكليير فيول باخر هذا؟ ايش اعمل بالسايت اللي موجود هون؟ كوميشنينج كوست. اظن هيك احنا هلا في عندنا هون لما بحسب البروديوس انرجي لازم اخذ بعين الاعتبار يوتيلايزيشن كوست، يوتيلايزيشن ريت او ريشيو. ما بقدر افترض انه المشروع هذا رح يضل شغال 24 ساعه ينتج. يعني مثلا ويند، انا اذا عندي 2 ميجا وات الويند تيرباين، ما بقدر افترض انه 2 ميجا وات الويند تيرباين رح يضل شغال 24 ساعه 365 يوم. اوكي، ففي له شيء اسمه يوتيلايزيشن ريت. يوتيلايزيشن ريت هي قديش نسبه اللي ممكن اخذه من هذا او قديش انتج من هذا المشروع. لاحظوا كل هاي اخذناها بعين الاعتبار، في اشياء ما رح ناخذها بعين الاعتبار. مثلا هاي النقطه، في عوامل معينه ما راح تدخل بعين الاعتبار اللي هي مثلا انه في ستورج او ما في ستورج، انه قدرته انه يولد باوقات معينه مناسبه او اوقات غير مناسبه، هذه ما بتدخل في الاعتبار. هلا كل هذه الاشياء راح ناخذها بعين الاعتبار. لاحظوا هون احنا ما اخذنا قديش انه راح ابيع. اوكي، ما حطينا هون، ما حطينا قديش انا متفق مع الناس انه يشتري مني اليونتس. هذه راح تطلع كاوتبوت، كل هذا راح يطلع لي اوتبوت اللي هو هذا الرقم. هذا الرقم راح يطلع كاوتبوت، هذا راح استعمله في انشاء العقد تبعي حتى ابيع اليونت. تمام، ما اخذنا بعين الاعتبار هون قديش الريفنيو، قديش راح يدخل لي مصاري. نعم. طب دكتور ليش ما تسويه من البدايه؟ لانه ممكن انه انت تعمل مشروع يكون مثلا يكون مكلفك انه تبيع مثلا كيلوات باور مبلغ معين. تمام، يكون في شركات مثلا اكبر منك او شيء زي هيك ببيعوه بسعر اقل. تمام، فانه الشركه اللي بتشتري كهرباء وهي راح يشتروا منهم، فانت ممكن هيك انه ما حد يشتري منك او انه تخسر، إن انت ما بتقدر تبيع باقل من هذا السعر عشان تطلع. هو انت بامكانك ترجع هالاتراجع هذول، يعني افرض انت طلعت هون برقم طلع معك مثلا، بس انا قصدي لازم نطلع من اول شيء لو قبل ما تبلش. هلا في طرق، في طرق تقييم غير هاي الطريقه تستعمل اللي انت حكيت عنه، بدخله من البدايه قديش السعر اللي راح يجيني وبقيم المشروع على اساسه، وبعمل مثلا البي باك بيريد اللي حكيت عنها طريقه مختلفه. هذه الطريقه راح يطلع منها رقم، اذا الرقم انت حسيته هذا مش مناسب بدك ترجع تراجع هذول حتى تشوف تضبط هذا الرقم لحد ما توصل لرقم مناسب. انت بتشوف انه الماركت كوست تبعهم او بس ما هي هاي ميزه الحسابات اللي انت عاملها، انت ما رحت بنيت المشروع واستنيت. انت قبل ما تبني المشروع عملت هدول وطلعت بالرقم هذا، هذا الرقم هذا انت بتطلع على الماركت بتشوف الماركت مناسب اني ابيع بهذا السعر ومش مناسب، ومباشره انت بتقرر انه هذا مش فيزبل. انا والله مثلا هذا حسب تخطيطي هون راح يطلع هذا الوحده بتكلفني 10 سنت لكل كيلووات اور، مستحيل اني اقدر ابيعه بهذا السعر. فانت بدك ترجع تراجع المشروع او تترك المشروع كله من البدايه. تمام، اذا هاي العوامل اللي احنا حطيناها في سبع بارامترز ناخذها بعين الاعتبار في هاي الحسابات.